يا دكاترة اهدوا، عيب ما يصحش كده، مش معقولة أبداً يكون ده أسلوب التحور بيننا وبين بعض. هي اللي لازم تعتذر لي الأول على تجاوزها في حقي. والنبي بص الاستفزاز، تجاوز إيه؟ أمال لو كنت قلت أنت بتعمل كده ليه؟ ده أنا ساكتة ما قلتش حاجة. ما تقدريش تقولي حاجة، لأن أنا رئيس القسم بتاع الكلية اللي حضرتك بتدرسي فيها. لا أقدر، أقدر وأقدر وأقدر. أنت مال قلبك أسود كده ليه؟ كل ده عشان كنت بطلع الأولى على الكلية طول الأربع سنين اللي احنا كنا فيهم طلبة؟ يا راجل ده أنا ما اتكلمتش، ما قلتش الماجستير بتاعتك ناقشها من الدراسة بتاعت استراليا، وطاير تقول علي أنا اللي حرامية وبسرق. لا بقى، أنا ما اسمحش إنك تتجاوزي بالشكل ده، وبعدين حضرتك ما عندكش أي دليل علمي على الكلام ده. أنا الدكتور يوسف عبد الحميد، قيمة علمية كبيرة في مجال الزراعة في مصر والعالم العربي والعالم أجمع، أبحاثي ودراساتي تدرس في الخارج. طبعاً، بس اهدى شوية يا دكتور لو سمحت. ونبي يا دكتور، الكلية مليانة ناس محترمة وزي القمر، ما يقعش في اسمتي ونصيبي إلا ده. اهدي شوية يا دكتور. لا 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 يا دكتور أحمد، أنا سكت كتير قبل كده احتراماً لحضرتك، لكن المرة دي أنا بطلب تحويلها للتحقيق لتعديها اللفظي على رئيسها المباشر. يا شيخ تنيل، قال تعديها اللفظي، قال بس واضح ان مفيش فايده. دكتور انا هقدم لك السنه دي اجازه مرضيه لسبب صحي. اوكي شكرا. كده احسن للطلبه ولينا، هم مش ناقصين وليا مجنونه ادرس لهم، وبعدين انتدابها في هيئه الرقابه هيسقط. لا يا جو، لا يا حبيبي، غلطان، ده اللي نفسك فيه ودماغك عماله تشتغل فيه ليل ونهار، بس وحياتك ما هنولها لك، اعدالك زي اللقمه في الزور. ولعلمك أنا زي ما وقفتكم المرة اللي فاتت هوقفكم المرة اللي جاية واللي بعدها، وإن أنا ما وقفتكوش غيري هيوقفكم، لأن البلد مليانة ناس عندها ضمير وبتخاف على صحة الناس مش زيك.